طارق، هذا الموسم مشيتي لواحد المنتوج، ما بغيش نقول جديد عليك، لا هو قديم جديد، ولكن فيه طارق واكل الجو، رامز واكل الجو. لا ما عندناش لي مويان ما نديرو ما احسن، كاين شي حاجه، كاين شي حاجه من رامز واكل الجو، رامز عريس البحر، رامز واقيلا انت شفتيش من قناه كاميرا فاشي، شفتي كاميرا فاشي ماشي شي ماشي شي لا لا كاميرا كاميرا كاشي فاشي، اخرى لا نتاكد يعني ديال الفاشي ما في اللونسمون، في اللونسمون حسيتك رامز شويه، في اللونسمون ديالك اللونسمون ديال لانفيتي من كاتب داك الدخول في الاول. اقسم بالله وصيامي حرام عليا، وهذا رمضان اقسم بيمينا وهاد العواشر وهاد ليل 27 عمري ما شفتي حلقه ديال رامز وكيل القو. اقسم بالله العلي العظيم هذه الاولى. طارق البخاري في كاميرا ثاني حاجه، انا اللي عارف اللي عارف ان هذاك الكاميرا كاشي كتقام بشيء الفلاني وفيك وفيك يعني فيك ماشي كاميرا كاشي. كورديناسيون مع لي زانفيتي كاين بزاف، واخدين مقوملين مع نقولوا انا شاكي يجي نيكولا كيجي شي فنان تيقوملوا معاه تيقول لي غدير هذه وكيحفظ السيناريو وكيديروا، حنا والله ما درنا هذا الشيء. نشوفوا واحد شويه، نشوفوا واحد اللقطات من كاميرا فاشي مع ضيف طارق البخاري في هذه الحلقه اللي هو الفنان عبد العزيز الستاتي. عرفت كاعي ما والو، انت اللي كاعي تكيس عليا اوشي. انت شوف خطوه الشفار ديال بلعان يطلع ولد الناس وما طفاش التليفون، وهنا الستاتي غيحاول يقنعو باش يرجع ليه تليفونه. انا خويا الستاتي عبد العزيز الله يجازيك بخير. والله تستاتي بالله، هذا هو الستاتي اللي كيهضر معك اخو، الله يرحم لك ميمتك الله يجازيك بخير. شي موال ولا شي مقا باش نبغي نعرف راه بصح معايا الستاتي. اشنو بغيتي دابا باش نغني؟ واش انا دابا نغني لك كا وانا طالع قلت لك عطيوني فيزا باسبور دان دان من كازا مارساي. ومن كازا لمارسي قنعوا بعد انه هو عبد العزيز الستاتي. تحيه ليه في هذا الشهر المبارك لعبد العزيز، وتحيه لكاع الضيوف اللي كانوا كنشكرهم بزاف. ما كاينش شي حاجه مرتبه مسبقا؟ لا ما كاينش صراحه، اقسم بالله العلي العظيم اللي حسن لي اللي حسن لي زعما من هذا الشيء كامل. صحيح ما عرفنا شكون سابق، ما يمكنش باش نقول لك كنشكر الطاقم التقني اللي سهر على هذه الحلقات هذه، كنشكر كذلك الشركه المكلفه بالانتاج. الفكره ديال من الفكره؟ طيب الفكره ديال فتي اليوسفي هي اللي دارت الفكره الكاميرا فاشي. ما عندناش، ما كانوش دي مويان يعني، ما كان نقول لك بصراحه ما كانوش لي مويان يعني، كان زوينه ما كانش راضي حتى على على يعني لي غاغ اللي داروا ماشي مشكل. ما تعاودوا بزاف، انا كنت كنحب هذا كون داروا مختلفين يكون احسن شويه. انت مزيان تنتقد البيدجي اللي تعطى، البيدجي اللي تعطى لا ما بغيتيش تقاضى صاحبي. لا خوتي ارتستيك ما يكونش مهم بزاف، ولكن علاش؟ لانه المغاربه يعترضون كثيرا على الكاميرا كاشي في رمضان، كيقول لك واش كتفلوا علينا الحموضه ما الموضه الى غير ذلك. بيان سور من حقهم، والحموضه ما كايناش فيها في الجبابن ديال بالعكس الجبابن التحريره فيهم الكرام. شكون كتجاوب؟ شكون كتجاوب فيهم نعم سيدي الحمص مزيان. لا الدارجه المغربيه ما شاء الله يعني فيها تعبير، يعني تعبير كيكون وجيز ومختصر ولكن فيه المعنى، يعني باش كيقول لك المغربي والحموضه يقصد بان الماكله الحامضه التي لا ناكلها وهذا المنتوج التلفزيوني الذي لا نستهلكه.